بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي، أقامت قيادة شرطة محافظة حماة في سجن حماة المركزي معرضا فنيا وحرفيا بعنوان بإرادتي أصنع فرقا من إنتاج النزلاء في السجن المركزي بالمحافظة. هلا وزارة الداخلية اعتبرت أن السجن مو فقط سجن للعقاب ولتنفيذ السجين العقوبة، وزارة الداخلية اعتبرته مؤسسة إصلاحية تأهيلية، وأنتجوا عملنا هالمعرض، ونحن السجين بدنا إياه يطلع للمجتمع فرد صالح بإيده وظيفة بإيده مهنة. هذه الأعمال جميعها نتاج النزلاء، فنرى هنا من يعمل بالأعمال اليدوية، بالصناعات، بالفنون، بالمهن التراثية التي تعنى بها وزارة الثقافة. المعرض تضمن تشكيلة واسعة من المنتجات صنعت بمشاركة عدد من النزلاء، وتنوعت بين لوحات طبيعة صامتة ومجسمات تروي بطولات الجيش العربي السوري ولوحات وأعمال فنية أخرى. انبسطنا كثير بهالمشاركة هاي، خصوصا أنه حتى العالم تشوف شغلنا. نحن ما لنا قاعدين لا شيء بالسجن، نحن قاعدين عم ننتج وعم نستفيد وعم نفيد. أنا عم بعبر عن حالي وعم بعبر أنه أنا لا قاعد لا شغل ولا عملي، أنه أنا بشتغل بتقدم في شيء دعم بقدمه. علمت رفقاتي وصار معنا مهني كل واحد تعليم بالصناعة القش، وكل واحد صار بإيده مهنة إذا طلع من هناك يحسن يشتغل فيها. شاركت بعدد لوحات من معرض السجن، بتتنوع بين مناظر غروب، مناظر طبيعة، مناظر جبال، شمس، قمر، أي موضوع بيخطر على بالي. أنا شاركت تقريبا ب 22 أو 23 لوحة، بالإضافة لبعض المنتوجات النحاسية بالزغرفة على النحاة. المعرض يهدف لتكريس شعار وزارة الداخلية بأن السجن هو مؤسسة إصلاحية تعنى بتأهيل النزلاء وزرع الأمل في نفوسهم ليعودوا مواطنين صالحين لخدمة مجتمعهم. حسام الشاب، الإخبارية السورية، محافظة حماة.